وللحديث عن اتفاق التطبيع بين المنامة والكيان الصهيوني ودلالاته في هذا التوقيت وخطورته على القضية الفلسطينية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول صلاح الدين العواودة المتخصص بشأن الفلسطيني. أستاذ صلاح الدين، السلام عليكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الصهيوني نتنياهو يقولان إنه تم توقيع اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى هي البحرين. الجميع هنا يتحدث عن اتفاق للسلام، لكن على أرض الواقع هل هو بالفعل اتفاق للسلام أستاذ صلاح الدين؟ عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، أولا مساء الخير لك والسادة المشاهدين. الصحيح هو يعني مرحلة جديدة من مراحل التعاون بين الأنظمة العربية ولا سيما تلك المواقعة للاتفاقيات مؤخرا والكيان الصهيوني، وليس اتفاقا للسلام. البحرين والإمارات لم تكن في حالة حرب مع الكيان الصهيوني في يوم من الأيام، ولم يتواجها في أي محفل من المحافل، لا عسكريا ولا سياسيا، ولم يكن هناك أي نوع من العداء، بل هذه الدول وقفت ضد الفلسطينيين عندما كان الفلسطينيون في لبنان وعندما كانوا في تونس، وكانوا من الضاغطين على الفلسطينيين للقبول باتفاق أوسلو. ومن أتحدث عن الأنظمة السياسية، لذلك لا يمكن تسمية ما يحصل هو اتفاق سلام، إضافة إلى أن العلاقات مع الكيان الصهيوني من تحت الطاولة عشرات السنين باعتراف الكيان الصهيوني وبالصور مؤخرا، فهناك علاقات وهناك زيارات لوفود صهيونية للبحرين وللإمارات ولعمان ولقطر ولقاءات مع مسؤولين من كل دول الخليج وتصريحات متبادلة. الذي حصل مؤخرا هو الحاجة السياسية لنتنياهو، لحاجة سياسية داخلية يريد أن يروج لنفسه لينجو من تهم الفساد التي تلاحقه ومحاولات المعارضة لخلعه من رئاسة الوزراء، فيحتاج إلى استخدام أوراق التطبيع مع الأنظمة العربية لزيادة شعبيته ولإظهار نفسه وكأنه المخلص لإسرائيل. إضافة إلى حاجة سياسية تتعلق بالرئيس الولايات المتحدة ترامب. طيب، قبيل الانتخابات الأمريكية. طيب أستاذ صلاح، يعني كما تفضلتم هذه الدول خاصة المملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تدخل في حرب مع الكيان الصهيوني بدءا من عام 48 ومرورا ب 56 والحرب على بين مصر وأيضا الدول العربية وبين الكيان الصهيوني عام 67 وصولا إلى 1973 وأيضا إلى عام 2006 عندما قام الكيان الصهيوني بحربه ربما تكون بين لبنان وبين الكيان الصهيوني. لكن هناك من يتحدث أن التطبيع فعليا هو من أجل خدمة الشعب البحريني كما يروج موقعو الاتفاق، كيف نفهم ذلك أستاذ صلاح؟ هي مرحلة جديدة من اغتصاب إرادة شعب البحرين كما باقي الشعوب العربية ولا سيما الشعوب الخليجية. شعب البحرين الذي قمع في الشوارع بمساعدة المسطحات والآليات السعودية في بداية الربيع العربي. هذا الشعب الذي لم يرضى ولم يعطي شرعية للعائلة الحاكمة هناك في يوم من الأيام، لا عبر صندوق اقتراع ولا حتى بالتوافق الوطني، لم يسمع رأيه في هذا الاتفاق ولا في أي خطوة يقوم بها النظام البحريني في التطبيع سابقا. طيب، ولا يسمع رأيه في محاربة الشعب الفلسطيني والتضييق على الشعب الفلسطيني. تعلم أخي بأن دول الخليج باستثناء قطر تحاصر الفلسطينيين وتلاحقهم تسوقا وتعاونا مع الكيان الصهيوني، فأين يسمع رأي الشعب البحريني أو الشعوب الخليجية في هذه المسألة؟ طيب أستاذ صلاح، لكن السلطة الفلسطينية دانت هذا التطبيع، هذا موقف سليم جدا، لكن هناك من يبرر للمطبعين اليوم أن السلطة الفلسطينية وقعت اتفاق أوسلو، كيف يمكن الرد على ذلك؟ ببساطة، إذا كنتم تؤيدون موقف السلطة الفلسطينية فلما لا تؤيدوا موقفها الآن؟
إذا كان خطأ موقف السلطة الفلسطينية في الأول وتعتبرونه خطأ، لماذا ترتكبون خطأ أكبر منه؟ السلطة الفلسطينية كانت تعيش في الشتات وأرادت، أنا معارض للسلطة الفلسطينية ولاتفاقيات أوسلو، لكن السلطة الفلسطينية كانت تعيش في الشتات ومطاردة من الأمة العربية قبل الإسلامية والمجتمع الدولي، فلجأت إلى اتفاق أوسلو. هذا المبرر الذي ساقه عرفات وقيادة منظمة التحرير، لكن أنتم في البحرين وفي الإمارات، ما الذي يدفعكم إلى هذا الاتفاق؟ أنتم تعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي وتريدون إقامة سلطة وطنية خلال هذا الاتفاق، ما الدافع لكم كي تطبعوا مع الكيان الصهيوني؟ هل كانت إسرائيل تحتل لكم أرضاً واضطررتم إلى توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل كي تحرروا أرضكم كما فعلت الأردن أو كما فعلت مصر؟ أنتم تطوعتم للتطبيع مع الكيان الصهيوني. هل يمكن أستاذ صلاح، هل يمكن أن يعيد هذا التطبيع أو السلام المفترض الأراضي والحقوق الفلسطينية؟ هذا على حساب الحقوق الفلسطينية، يعني السلطة الفلسطينية كانت تأمل بأن تستخدم ورقة التطبيع العربي لإجبار إسرائيل على الانسحاب من أراضي فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية. اليوم هذه الدول التي ذهبت إلى التطبيع مخالفة لقرارات الجامعة العربية سابقاً ومخالفة لتعهدات هذه السلطة الفلسطينية، هي تؤيد إسرائيل على الإبقاء على الاحتلال، على الإبقاء على تهويد القدس، على مزيد من العدوان على المسجد الأقصى ومزيد من الاستيطان، وبالتالي هذه الخطوات تقوي الاحتلال ضد الفلسطينيين، لا تدفعه للانسحاب أو للتنازل أو لإعطاء الفلسطينيين حقاً من حقوقهم. عبر سكايب من اسطنبول صلاح الدين العواودة المتخصص بشأن الفلسطينيين، شكرا جزيلا لكم.